دكتور علي، أنا أفهم همك وانشغالك الأمني إزاء التهديد ربما الحقيقي للإخوان المسلمين، ولكن ألا تستخدمون هذا التهديد كأداة كوسيلة تقولون نحن لدينا إخوان المسلمين وهذا يسمح لكم باتخاذ إجراءات مشددة؟ ذكرت بأن مصر تحسن وضعها وقلصت تهديد الإخوان المسلمين، وبالتالي هنا في الغرب لا نفهم إذا تم تقليص هذا التهديد لماذا يتم الاستمرار في الاتخاذ بإجراءات مشددة ضد العدالة وضد الصحافة؟ هذا ما لا نفهمه هنا في الغرب. لم يتقلص تهديد الإخوان المسلمين، بل ازداد بعدما خرج الداعشيون من سوريا والعراق، وبعدما تمركز البعض منهم في ليبيا، وبعدما ذهب الجميع لمحاولة تدمير مصر عبر الصحراء الغربية والصحراء الشرقية، ويأتون من حدودنا الجنوبية والشرقية والغربية. نحن محاصرون بالإرهاب، نعيش لحظات قلقة وصعبة في مصر، نحارب كما قلت لك. ولكن هذه الحركات ليس عندكم، ليس في مصر. أتحدث عن الإدارة المصرية لهذه القضية. نعم أتحدث. ماذا يحدث في سيناء الآن؟ أنت تتحدث عن كميات كبيرة جدا من المقاتلين وكميات كبيرة جدا من الأسلحة ومع ذلك يسقط كل يوم ضباط شرفاء، أي أن هناك معركة كبيرة حقيقية تخاط في سيناء الآن. التحدي كبير في مصر، والمؤامرة ما زالت مستمرة، وقطر وغيرها من الدول تدفع ملايين ومليارات الدولارات كل يوم، ليس لإسقاط عبد الفتاح السيسي ولكن لإسقاط الدولة المصرية. نحن نواجه مؤامرة كبيرة جدا على بلادنا، لذلك لا نقول بأننا نقلص من حريات الصحافة، ولكن نقول بأننا نعطي للصحفيين معلومات حقيقية لكي يقفوا أمامها فيراعون ضميرهم وأمن بلادهم القومي، وهم يكتبون ويتناولون موضوعاتهم دون أي ضغوط من أحد.